لقد أصابت علم الشريعة، لقد أصابت علم السنة والحديث الذي كان يذود عليه وكان معظما له وكان يقف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، وقتله واغتياله هو اعتداء على الإسلام وعلى المسلمين. انتهاك حق البشر في الحياة هو العدوان الأكبر على إنسانيتهم التي أكرمهم الله بها. لا تزال والدة الشيخ نادر العمراني تنتظر استلام جثمان ولدها الذي أعلن عن استشهاده في مثل هذا اليوم من العام الماضي. نطالب حاجة واحدة، مانيش حازنة، مانيش معيطة، مانيش باكية، لين يجيبوا لي جثمانة، يجيبوا لي جثمانة نزغرط، يجيبوا لي جثمانة نحني، يجيبوني جثمانة ندير حفلة. لكن توا لا، القصاص القصاص، نبي جثمان ولدي، نبي جثمان ولدي. ليش حرموني منه في الدنيا يحرموني من جثمانة؟ شنو الذنب اللي درته؟ ولم تجف دموع ابنته وبقية أولاده منذ فجعوا فيه إثر مقتله بعد اختطافه في أكتوبر 2016. ترددت أصداء استشهاد الشيخ نادر العمراني في طرابلس وليبيا والعالم أجمع، فقد أبنه ورثاه العلماء والفقهاء وطلبة العلم الشرعي في مختلف بقاع الأرض. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. لم يحمل العمراني سلاحا غير سلاح العلم، ولم يخض حروبا غير حروب الحجة والبرهان. من حرض على قتل الشيخ نادر؟ من قتل الشيخ نادر ولماذا؟ من تستر على قتلة الشيخ وسهل فرارهم؟ أسئلة ما تزال تنتظر الإجابة رغم مرور سنة على استشهاده، حتى لا يصبح القتل أسلوبا لحسم الخلافات الفقهية والفكرية والسياسية لكل من أعجزته مقارعة الحجة بالحجة ونقض الفكرة بمثلها.